تبدأ الآن الشروع أو البدء في عملية حشو خبزة الملة من طرف العميد عبد القادر غضبان واللواء طالب صالح الحاني مع مراقبة المساعد الأول عبد الرزاق بن عمار المصور للرائد ضوء السعيد. وهذه المكان هي القطاع العمليات الجنوبي للسديين. زيد ولا زيد؟ هذا المساعد الأول عبد الرزاق. خيب 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 خيب. خدمنا 22 سنة في الجبل، 73 إرهابي على الركبة اليسار، وهذا الطالب صالح جنحاني العميد قائد القطاع العمليات الجنوبي بتندوف. خيط مليحة صالح، تخييط صالح، كن هكا يا عبد القادر. ربي الخلاص كن شاك ربي ومزيد. راح نرافق المساعد الأول عبد الرزاق بن عمار. أيوة. حديثنا كما بعد الزهر الجمرة. هذا الحطب بتاع الدجاجات. هذه قراء الماء واحدة هي هنا تخرج. واه وهي الاودي وين هي؟ تاكسي اي حرق. ايوه خلاص عنده واحد عنده ماجيك خيطها مليح كيما قال لك رزق. هيا خلينا نهزوها. هيا نديروها جميع ولا كذا؟